أني متظاهر، أني متظاهر وموجود بالتحرير، وست مرات متعرض لمحاولات اغتيال، واحكي بصوت عالي أقول لك اللي قتلنا فلان وفلان وفلان. أنت وزير دفاع، وزير دفاع الجيش العراقي، منين خايف؟ والله ها أكو طرف ثالث سميهم باسمائهم. أنت وزير دفاع، والله أخاف أسمي بالأسماء. ضباطك أنت ما تقدر عليهم تقول له أنا وزير دفاع، ويقول بالتلفزيون وعلى على تلفزيونكم يقول اللي قتلوا المتظاهرين من الجيش. لعنت شنو شغلك يابا؟ ولدنا انقتلوا قدام عيوننا يا سيد الكريم سنة كاملة ونحن نتأمل خيرا. باشر يطلع تحقيق، عقب باشر يطلع تحقيق، هسه يجي شخص نزيه ويسوي تحقيق بهم. ويبدو أن منظومة الخوف معشعشة، منظومة الفساد يعني صنعت منظومة خوف وتبوهات لدى الحكومة ولدى السلطة التنفيذية سواء داخلية أو دفاع. لذلك شنو اللي تريده من عندنا؟ هسه الآن ولدنا 800 اللي انقتلوا، هسه الآن يقولون المجلس القضاء ماكو أسماء. شنو معناته هذه؟ شنو المطلوب من عندنا الآن؟